ننتقل إلى خبر آخر في هذه الجولة. اجتماع لقطاع التنمية بمجلس الوزراء يبحث توسيع القاعدة الضريبية. بحث اجتماع لقطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء يوم الاثنين برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور إبراهيم البدوي زيادة الموارد والتوسع في القاعدة الضريبية عبر إزالة التشوهات. واستعرض الاجتماع تقرير فريق عمل تطوير وتنمية الإيرادات الضريبية الذي ضم عددا كبيرا من الخبراء والجهات ذات الصلة، واستهدف رفع كفاءة التحصيل ومكافحة التهرب الضريبي واستخدام نظم تقنية المعلومات مما يسهم في زيادة الإيرادات العامة وتنمية الاقتصاد، بجانب تحقيق زيادة الموارد والتوسع في القاعدة الضريبية عبر إزالة التشوهات وتحقيق العدالة. أنا بفتكر إنه الضرائب أغلبها يعني حقيقة في مشكلة في الضرائب في بلدنا، وحتى ميزانيات الدول غالبا دائما بتعتمد على الضرائب، وحتى المواطن الآن في الغرب أصبح يصطلح عليه ما بيقولوا المواطن، بيقولوا دافع الضرائب. وفي السودان الناس المجبورين على الضرائب نحن الناس البيشيتات، يعني أنت مجبور أنك تدفع، لكن تاني في تهرب كبير. تهرب كبير. وفي واحدة من المشاكل، يعني مثلا ناس إثيوبيا فيها شركة اتصالات واحدة، شركة الاتصالات الواحدة دي، لكن أول ما دخلت فيها مؤسسات كلها تحتفظ الضريبة، حتى اللي بيبيع في الطبلية بيبيع لك الشيء وتطوال الضريبة بتطلع. نحن عندنا ما شاء الله 4 شركات اتصالات، وأي زول عنده 4 شرائح ولا 3 شرائح في وعنده تلفونين، لكن الأساس في الموضوع الضريبة ما دخلت في السيستم، يعني ما دخلت. لا، يعني في شركات فيها الضرائب. لا، الضرائب ذاتها هي بقت، يعني ما ضرائب ما 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 داخله في التقنيه الان، ضرائب اغلبها مانيوالي، وحتى في الدخول في التقنيه دخول جزئي، انك انت تطلع فورم وتملاه وكذا، لكن يعني نكون مربوطين، الضرائب تكون مربوطه مع كل المؤسسات الاقتصاديه ومع رجال الاعمال ومع كذا ومع كذا بشبكه، انه اي خطوه اقتصاديه انت تاخذ دي ما حصلت يعني. وفي اعطال كثير، وفي الدوله العميقه مش بمفهوم، لانه حتى في النظام السابق يعني عجز بمناسبه باصطدامه بالدوله العميقه في الضرائب. يعني يمكن واحد من التصريحات اللي اعتقد انها كانت مهمه لوزير الماليه، تكلم عن انه يعني يتسأل قبل كده عن الضرائب وفكرة زيادة المعونة الضريبي، هل حتفرض ضرائب جديدة؟ يمكن في الخبر الآن ما في ضرائب جديدة حتفرض، أو ما في نسب حتزاد. يعني قال إحنا مشكلتنا في التحصيل، في تحصيل الضرائب، لأنه قال السودان ده يمكن من الدولة الوحيدة اللي فيها الاستثناءات أكثر من دافعي الضرائب. يعني الاستثناءات أكثر من دافعي الضرائب، والمتحصلين أكثر من الشعب السوداني نفسه، وبعد ذاك النتيجة شبه صفر، كله ما في كنترول على المساله. وصحيح احنا في السودان ما تعودنا على الضرائب يعني. نعم. ايضا من